لأول مرة راح نوضع ورشة، هي ورشة وطنية بكل تجهيزات ضرورية لكي تكون محطة محورية لكل أنواع البواخر اللي نعملها على مستوى المؤسسات العمومية حتى على مستوى المؤسسات الخاصة، وحتى يعني العمل إذا كان فيه طلب من دول اللي محتاجة من نوع هذا الصيانة أو سلاح. زيادة على هذا يعني راح توسيع هذا الميناء يعطينا قدرة يعني إضافية للنقل البضائع عن طريق البحر.